ما هو الذي ما بيقطع مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل؟ وماذا قال عن العلاقة مع الحزب؟ وإلى أي مدى سيتبع سياسة التفاهم على القطعة أو الموضوع؟ لم ينتهي التوتر بعد بين باسيل والحزب، ولا تزال تداعيات جلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون ترخي بثقلها على العلاقة بين قطبي اتفاق مرم خايل. أمس أطل رئيس التيار في حلقة تلفزيونية مطلقا سلسلة من التصريحات وصفت بالعيار الثقيل في مختلف الملفات العالقة في الدولة، لا سيما الجبهة الجنوبية، الانتخابات الرئاسية والتفاهم مع الحزب. بتصارعوا إقليميا بمنطقتنا إسرائيل وإيران، أوكي، وحاملة إيران القضية الفلسطينية وزيدت فيها وحملت الرأي وزيدت فيها على الكل، بس بالآخر نحن مع منطق السلام. بدأ باسيل حديثه عن أحد أكثر الملفات تعقيدا في لبنان والمنطقة، إذ أكد الأخير أنه لا توافق ومنطق ووحدة الجبهات، وغمز من قناة إيران متحدثا عن استعمال هذا المصطلح للحصول على مكاسب. باسيل أصر على تحييد لبنان عن الصراعات التي لا نفع منها، لكن ليس الحياد ومن دون فك التزامه بقضايا المنطقة. ما رح نكون بحالة عداء مع حزب الله لو شو ما كان، بس ما فينا نكون بحالة تبعية، ما فينا نكون بتحالف إذا يعني ركيزتين أساسيتين بالبلد اللي هن بناء دولة وشراكة وطنية مختلفين عليهم. أوكي، في موضوع الدفاع عن لبنان منه بسيط، وموضوع الوحدة الوطنية منه بسيط، بس ما بيكفوا تيكون في تحالف، في تفاهم حيث أمكن، وفي اختلاف حيث يجب أن يكون الاختلاف ولو تعبر عنه. باسيل في متن اللقاء عرج على العلاقة مع الحزب، واستفاض بالحديث عن الحليف بنقاط جوهرية وأساسية، أولها وأهمها وفق ما ذكر أنه لم ولن يدعم الحزب بالسلاح أو المال ولا حتى الدماء، بل قدم موقفا سياسيا لجهة الوقوف مع اللبنانيين ضد العدو الإسرائيلي، وهذا خيار وليس رهان. ولعل ما هو ملفت للنظر، وبعد جولات السد والرد والضرب من تحت الحزام، ما كشفه باسيل عن اتفاق مع الحزب على حماية لبنان برسالة موجهة إلى كل من حاول دب الخلاف بين الحليفين. بس صحيح أننا عم نعيش أبعد من أزمة حقوق اليوم، عم نعيش أزمة وجود، بمعنى مهدد الوجود بكل شيء، بالثقافة، بالهوية، بالأرض، بالمجنسين، بالنازحين، باللاجئين، بالخيارات الاقتصادية اللي عم تخلي الناس والشباب يفلوا، بتفكك الدولة وتحلل المؤسسات فيها، بالخوف على نمط الحياة اللي بدها إياه الحر، اللي كله هيدا، بس هيدا يا بترضخيله يا بتتذكري أنت شو وأنت مين، بتعرفي أنه نحن عملنا هيدا البلد بأساس تميزه، ونحن دورنا بده يضل ريادي. وحول الرئاسة قال أنه تنازل عن شرط التمثيل، لكنه لن ولم يقبل برئيس خارج إرادة المسيحيين، واعتبر أن الأسماء المرشحة لا فرصة لها بالوصول إلى الرئاسة الأولى، مكررا الدعوة إلى انتخابات رئيس توافقي، وإذا حصل اجتماع على رئيس من الأسماء المرشحة فلابد من صلاحيات استثنائية بعدها على عدم توافر شروط أخرى. ممنوع المسيحيين ما يكونوا، بدهم يكونوا بالحكم وبالسلطة وبالدولة وبالوطن، ممنوع يكونوا خارج أي واحدة من هؤلاء الأربعة. باسيل رد على سؤال عن المقايضة، وشدد على أنه ليس مستعدا أن يكون جزءا من مشروع الفشل، مصرا على أن انتخاب رئيس من دون المسيحيين ما بيقطع، وهذا ما يوصل إلى النزاعات ومن ثم التقسيم.